أما قصتنا اليوم فهذا شاب قديما كان يدرس في الجامعة ويسكن في الجامعة حتى تخرج. لما تخرج تعين في أحد المناطق القريبة من الرياض قرية وسكن فيها، خذ له شقة وجلس، ومن المدرسة للشقة للمسجد بس، ما ويروح كل خميس وجمعة لأبوه. أبوه ساكن في البر في الأفلاج، ويقعد ما يجيهم إلا خميس وجمعة، وأحيانا خميس وجمعة يجي وأحيانا ما يجي، حتى إنه كون له مبلغ وشرى له ديدسون وراح يجيهم كل خميس وجمعة. أحد جيران المسجد أعجب في هذا الولد، ما شاء الله عليه، الصلوات كل الصلوات موجودة إلا الظهر، الظهر في مدرسته. قال له الشايب ذا خلك تقهوى عندي يا فلان، تقهوى عنده يوم، ولما هذا تقهوى عندي، تقهوى عنده ورجع ونام في شقته ويصبح على مدرسته. جاء يوم وقال تعال، أنت ما تزوجت؟ قال لا والله ما تزوجت، والمهر عندنا غالي في ديارنا. قال طيب عندي بنية وتصلح لك وانت عجبتني. قال والله خلني اشاور ابوي، انت نسب يفرح به وخلني اشاور. انجبوه قال تاخذ واحدة ما هي من جلدتنا ولا بتعرفنا، وحنا بدو وحنا كذا، تاخذ لك واحدة من اهل المدينة ما هي متحملة ابد، ماني طايق. رجع عليه وقال والله أبوي هذا وما قال، لا والله الولد وده بطاعة أبوه وده يتزوج، ولكن المهر عندهم هناك غالي ما يقدر. قال له اصبر. المهم قال يا فلانة دخل العصير، اسمح لك الشوفة الشرعية. المهم مهم شافها لم ضاعت علومه، ضاعت علومه، طاح العصير. حلوه هذا، تكفي هذا على التعبير، احسن. قاعد يفكر كيف اقنع ابوي، راح لامام خطيب الافلاج وكلمه، قال ابغاك تكلم ابوي. كلم ابوه قال يا رجال لا تكلم، تزوج وانت بتعف نفسك يا سلام ودينك، وابوك ان شاء الله ما دام ان اهل دين وهل كذا ان شاء الله ان ابوك احمد العواقب. جاهم وقال تزوجنا. قال ترى ما ابغى ولا ابوك ولا شيء، ابى ازوج رضا فيك. زوجه وقال خذ لك بيت، استاجر شقه مقابلتهم اكبر من الشقه ذي، وقالوا عطنا المفتاح بس. وقام الرجال وعطاهم المفتاح واثثوا الشقه وخلصوها وذبح لهم هارفي وعشاهم ذاك الليل، وقال زوجتك تراها في بيتك. وين اصبح وجاهم فطور، وجاه قال هذه رقم حساب لزوجتك في البنك وهذا مبلغ في البنك، ومن ذمتنا في ذمتك وبت. قالت يلا راح على المعارض اشتري له سيارة زينة. قالوا سيارتنا ذي. قالت عطها لك اهلك بحاجتها، ولا تقول لهم اني تزوجت ولا شيء. المهم ودى السيارة لاهله وجاء وشرى خيمة ونصبها عندها له هناك، وقالت نبغى نروح لاهلك. قال هلي في بر ومستحي، قوم المرة انها من اهل المدينة. قالت لا. مهم جاء وين جاء عند ابوه، قال من ذي؟ قال انا متزوج يا ابوي وهذه زوجتي. شافت له الحاله ما هي بالحاله اللي قالت، مشينا البلد وتشتري ذيك الخيمه الكبيره تنصبها عند الشايب، تجيب اغراض وتجيب اشياء وتزين قهوه الشايب سمحت الانفس وهم جاء عصر الجمعه توجهوا العملهم
ترى على الفكرة البنت هذه مدرسة. وجهوا ورجعوا لهم، والأسبوع الثاني دخلت في قلب الشاي. يا سلام. وقال والله إن زواج مبارك، والله يوفقك يا ولدي، إني أحبك وأدعي لك، وهذه زايدها سلامتكم. فالشباب يتق الله ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، ويبشر بالخير، ويبشر بالخير، ويطيع والديه، الله كريم، ويبشر بالخير. الله يسعدك أبو سعد، يرفع قدرك، بيض وجهك.